قضية هي حقيقة احنا نشيد بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اللي قامت طبعا به خلال الأسابيع الماضية، وهو استبعاد ما لا يقل عن 31 ألف شخص تبين أنهم غير مستحقين للإعانة. اليوم نناقش هذا الموضوع على طاولة الاستديو الإخبارية للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولمعرفة أسباب عدم استبعاد هذا الرقم الكبير. ويعني الكثير يتوقع، وإحنا آراء رصدناها تقول بأنه هذا الرقم يمكن قد يكون مضاعف 3-4 مرات، ولكن حتى الآن لم يتم اكتشاف الأرقام هذه. ولكن نقف عند 31 ألف أو أكثر من 31 ألف. لماذا لم يتم استبعاد هذه الأرقام؟ لماذا لم يتم استبعاد هؤلاء الأشخاص الغير مستحقين من زمان؟ ليش الآن شوي متأخرين؟ ولكن خلونا نشوف التقرير هذا ونرجع ندخل في التفاصيل. تحفظ المملكة حقوق مواطنيها الخاصة والعامة، بل جعلته من أولوياتها، وتنال فئات ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية فائقة، إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية مشاركة هذه الفئة في دعم ودفع عجلة التنمية. هذه التسهيلات استغلها بعض غير مستحقيها، مما جعلهم يزاحمون مستحقيها الحقيقيين، وصعب من مهمة الوصول إليهم وتقديم الخدمة لهم، مما دعا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إصدار قراراتها الجديدة لتمكين أصحابها الحقيقيين من الوصول إليهم. استبعدت الوزارة من خلال هذه القرارات ما يقارب 31 ألف شخص تبين أنهم غير مستحقين لإعانات المعاقين، من بينهم موظفون في القطاع العام على المرتبة 13، وأطباء استشاريون، وأساتذة جامعيون، وموظف في السلك القضائي. طبعا مشاهدينا الاعزاء، يعني مثل ما ذكرت لكم قبل التقرير، لتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع وعلى هذه القضيه ندخل في التفاصيل اكثر. خلونا ببدايه طبعا نرحب بالاستاذ عبد العزيز المبارك الباحث الاجتماعي عندي هنا في الاستديو. حياك الله استاذ عبد العزيز. حياك الله استاذ عزام، حيا المشاهدين. يا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. حياك الله. طبعا كذلك الاستاذ حسن النجراني الكاتب الصحفي من المدينه المنوره. حياك الله استاذ حسن، مساء الخير. حياك الله استاذ عزام، وحيا الله ضيفك العزيز والمشاهدين. حياك الله. طبعا كذلك الاستاذ احمد رماح الباحث الاجتماعي من الدمام. حياك الله استاذ احمد. يا هلا ومرحبا، حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز. يعني خلينا نبدا يعني احنا بالبنط العريض اليوم كاتبينها كشف المستور عن مستحقي الاعانات، ولكن 31 الف رقم كبير جدا. لن نتحدث اذا كان الرقم هذا اضعاف، لانه في اراء احنا رصدناها. صحيح. راح نتحدث عن دور الوزاره اللي فعلا احنا نشيد فيه، يعني عمليه انه الكشف عن 31 الف جميل. ولا تزال عمليه الكشف جاريه. هي مساله مهمه جدا لترتيب الاوضاع، لكن 31 ألف هذا رقم كبير، وش تعليقك؟ أول شيء نقول لوزارة العمل، يعني نشيد زي ما تفضلت في دورهم، نقول أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. جميل. طيب. أول نقطة لازم يا أستاذ عزام نعرف إيش سبب ظهور هذه الظاهرة وتفشيها، يعني هذه تعتبر ظاهرة، يعني صارت شيء أنك تأخذ إعانة وأنت ما تستحقها. وعندنا طرفين في الموضوع، كان عندنا طرف اللي هو الجهة المسؤولة كانت عن الموضوع هذا، وعندنا طرف الأشخاص اللي استباحوا لنفسهم أنهم يأخذون هذه الإعانة اللي هو أساسا ميب لهم. يعني الموضوع واضح جدا، في قصور كان يمكن في بعض الإجراءات والآليات، عدم استخدام التقنية بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى وجود يمكن تساهل من بعض الناس. إحنا ما نظن في الناس إن شاء الله للظن الخير، ولكن إحنا نقول يا عزيزي إذا كنت أنت ترضى أنك تأخذ شيء يعني مو بحق لك، هذه عليه علامة استفهام كثيرة. هذه رقم واحد. اثنين، هل فعلا نحن يعني للأسف هل نحن فعلا أشخاص يعني لا يمكن ضبطنا إلا عن طريق أنه كل واحد يقف على رأسه مسؤول ويحجرون لنا بالأنظمة ويحاصرون لنا بالأنظمة؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. إذن احنا لو جينا نناقش الموضوع لازم نتطرق إلى هذه الجزئيتين، اللي هي الجزئية الأولى. الجزئية الأولى الجهات المسؤولة كأفراد وكأنظمة، والثانية اللي هي المجتمع. نعم، والثانية اللي هي المجتمع. نعم. فعلا احنا هذه المحورين الأساسيين. نعم. لهذه القضية ولهذه الحلقة. خلنا نسمع من الأستاذ حسن. أستاذ حسن، يعني 31 ألف، وكما صرحت الوزارة أنه بدال 31 ألف اللي تم استبعادهم هناك 40 ألف مستحقين للدعم سيتم إدراجهم.
تعليقك على هذه الأرقام، 31,000 استبعاد، وطبعا هذول غير مستحقين. بالنسبة لهذا الرقم كما أسلف الزميل وأسلفت مستدعى عزام، فعلا رقم جدا كبير، تحدث عن 31,000 غير مستحق ووجود 40,000 على قوائم الانتظار. هذه ربما تعود إلى نقطة رئيسية، أولا استحداث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد دمجهم وكالة الضمان. يبدو لي أستاذ حسن عندك مشكلة في الصوت، رح بس يعدلونها الشباب ونرجع لك لأن الصوت مش واضح. أستاذ أحمد خلنا نروح للدمام ونكلم الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد يعني نفس السؤال، 31,000 مستبعدين، 40,000 على قوائم الانتظار بإذن الله سيتم إضافتهم بعد الاستبعاد، كانوا ماخذين هذول 31,000 بغض النظر عن وظائفهم اللي رح ندخل شوي في تفصيلها أكثر، لكن 31,000 هذول كانوا ماخذين أماكن ومقاعد، 40,000 مستحقين، وش تعليقك أستاذ أحمد؟ أولا حياكم الله، شكرا للاستضافة، وأنا أعاني نفس الشيء من عدم السماع، مشكلة بالصوت، لكن سأحاول قدر الإمكان الإجابة على سؤالك. طبعا الإجابة على هذا السؤال حقيقة حاجة، هذا يحز في النفس ويؤلم الخاطر، أن بيننا 31,000 عبارة عن نبتة طفيلية تتسلق على شجرة الوطن. طيب أستاذ أحمد، حتى أنت عندك مشكلة في الصوت، يبدو أن الجو اليوم ما هم ساعدنا، والتعامل مع التقنية كل يوم قاعد يزداد صعوبة مع الأجواء كذلك الخارجية والتقلبات الجوية. أستاذ عبد العزيز أنت الوحيد اللي أنا الحين ضامن عندي، خلي على بال ما نعدل الأصوات لأنه إحنا عندنا الآن مشكلة في الأصوات. أستاذ عبد العزيز يعني الآن خلنا ندخل شوي في تفصيل الموضوع، 31,000 شخص يعني كانوا يستلمون هذه الإعانات بأي شكل من الأشكال، سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء يعني هم مستحقين كانوا يعني قبل لا ينكشف المستور عنهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أنت ذكرت نقطتين مهمة جدا، النقطة الأولى أنه الطرف الأول في هذا الجانب هو الوزارة والجهات المعنية، والطرف الثاني هو المجتمع. أنا ودي نقلبها شوي ونتكلم عن المجتمع أول. الآن مجتمعنا لما نتكلم عن 31,000 هذول، 31,000 هذول في بعضهم يعمل في السلك القضائي، بعضهم أطباء، بعضهم أكاديميين، وبعضهم معلمين، وبعضهم قد يكون ناس تجار أساسا، بس هو مهنته مثلا متسبب ولا متقاعد واصلا عنده تجار. طب بعضهم ملايين ريالات ما لم يمنع الراتب أن يكون الشخص عنده عزة نفس، لأنه هذه تعتبر أنت تأخذ شيء ما هو من حقك. هنا نتكلم عن عزة النفس، أنك أنت الآن وكأنك تسرق. نتكلم أيضا عن القيمة يا أستاذ عزام، وين القيم حقتنا؟ هل أصبحنا ماديين لهالدرجة أن احنا نبحث عن إعانات المفروض على 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 الطرف الثاني؟ تجد ناس فعلا مستحقين ما وصلتهم الإعانة بسبب مثلا أنه والله أنه احنا نشوف أنه الصرف كثير في هالموضوع، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أول شيء القيم عندنا لازم يعاد مراجعتها، كيف تسمح لنفسك؟ إحنا ناس مبنيين على قيم، سواء أو إن رجعنا للدين أو رجعنا لمجتمعنا، مجتمعنا مبني على القيم الأصيلة، صح، على الإخلاص، على الأمانة، على النزاهة، على الشفافية، هذه الأشياء اللي تربينا عليها. وجود هذا الشرخ مؤشر خطير جدا إلى أن هناك خلل في القيمة، وهذه ما جاءت من فراغ، أكيد في وراء أسباب، لذلك لازم نحاول نحلل هذه الأسباب. أول شيء خلنا نتكلم عن الأسباب شوي. إحنا عندنا مشكلة أستاذ عزام ظهرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، اللي هي الازدواجية. كيف؟ في الشخصية عندنا يعني إحنا ممكن نظهر في مكان بشكل وبتصرفات، ونظهر في مكان آخر بشكل آخر، أو بيننا وبين أنفسنا وبين الناس اللي إحنا عايشين معهم لنا طابع آخر، مثل الشخصية اللي الآن يسمونها الشخصية التويترية. نعم، اللي هو على تويتر أنت رجل كامل والكمال لله سبحانه وتعالى ولوجهه، وفي الواقع تقول ما لا تفعل. وهذه مشكلة. أنا أستغرب يا أستاذ عزام، أنا أحيانا يعني يجيني حالات في ناس يقول لك، أنا أقول لابني سو كذا كذا كذا، ويقول لي يا بابا أنت قديم، أنت وش اللي سو كذا؟ هذه بس كلام للناس ولا، لكن خلك كول وخلك فن وخلك مشكلة. هذه استهتارنا في هذه التفاصيل هي اللي تخلينا نستبيح الأشياء اللي أكبر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أنا لما أخذ لقمة الشخص المحتاج من فمه وأنا ماني في حاجتها، وش معناها؟ معناها غير أنه أنا مثلا طماع وجشع، هذه فيها دناءة يعني، وفيها اعتداء على حقوق الآخرين،
وفيها مؤشر خطير جدا. طيب انتم يا الاشخاص، المشكله زي ما ذكرت بعضهم مستشار او موظف في جهات مؤثره في الدوله، يعني ممكن يكون مستشار في محكمه ولا في جهه قضائيه، ممكن يكون مستشار في جمعيات ولا هيئات. طيب هذا اللي مستبيح لنفس هذا الشيء، كيف يعني نأتمن على اشياءنا الثانيه المهمه اللي زي هذه؟ وهذه مشكله كبيره جدا. اذا هناك يجب عندنا نقطه يجب ان نتوقف عند هذا الشرخ في القيم، يجب مراجعته ويجب العمل عليه من جهات الإعلام، التعليم، من المربين، على إعادة هذه القيم، أنه أنت شيء مو لك مو من حقك تأخذه. أستاذ عبد العزيز، فيه أكاديميين يدرسون عيالنا مسجلين وخذوها ويدرسون عيالنا، في أطباء يعالجوننا، في موظفين في السلك القضائي مثل ما أنت تفضلت. يعني احنا طبعا الاكيد والاكيد والاكيد، ونرجع ونأكد للسادة المشاهدين واؤكد لك وحتى نؤكد لانفسنا بان المجتمع فيه خير والمجتمع خير. 31,000 مقارنة ب 30 مليون ترى ولا شيء. لكن ليش اذا انت الان تملك وظيفة وتملك راتب شهري تاخذ اعانة لشخص فعلا محتاج جسديا، محتاج هذه الامور المادية اكثر منك، محتاج لها وممكن ما يقدر يجيبها؟ صحيح. يعني هي ما هي مثلا حافز فهمنا انه هو للعاطلين عن العمل، ولكن الكل بصحة جيدة، احنا نتكلم عن هنا ايتام، نتكلم عن مقعدين، عن ذوي احتياجات خاصة. جميل. انا برجع النقطة يا استاذ عزام، انت في عملك في اي كان انت تروح وتؤدي العمل، في ناس يؤدي العمل على اكمل وجه وفي ناس لا. يعني انا مثلا تمر علي حالات طالب يقول ان المعلم يجي ويجلس عندهم على الجوال وما يدرسه في الفصل. فهذا هذا امتداد للفكره نفسها، انك تاخذ شيء مو من حق لا تؤدي، هذه امانه. لما تفقد الامانه وخصوصا في جهات التربيه والتعليم، ايش تترجى بيطلع؟ ايش ترتجي من جيل بيطلع؟ هنا المشكله. النقطه الثانيه، احنا حولنا بطريقه أو اخرى الى مجتمع مادي للاسف، وهذا مو بطبعنا. صار ما تسوي شيء الا ايش المقابل، ايش باخذ. غابت القيمة، غابت الفضيلة، غابت مثلا حب مساعدة الآخرين، العمل الاجتماعي، العمل الخيري. ليش غابت يا سيد؟ غابت انتزعت منا انتزاعا للأسف يا سيد. يعني صار في إبراز البعض الشخصيات اللي تهتم بالمظاهر وبعض، فصار الجيل الجديد يفكر بس كيف يلاحق هالمظاهر ويلاحق هالمتطلبات، فصار همه إيش؟ فلوس. حتى المقاطع اللي تشوفها تطلع دائما، يعني في ناس يصورون اطفال يقول لك ايش اهم عندك في الحياه، يقول له يأشر له اشاره بس. اذا هذه لما تغرس القيمه الماديه في الاشخاص وفي المجتمع شيء طبيعي، انه لا يرى يا استاذ عزام الا الماده كيف يحصل عليها، ما يهمه من كيف يحصل عليها، المهم ياخذها فقط. لذلك ترى المحاكم مكتظه بقضايا النصب والاختلاس والاحتيال قاعدين ناكل في بعضنا للاسف. وللاسف انه في ناس وجدوا مدخل الى بعض الجهات مثلا زي هذه اللي كانت في هذه الشؤون الاجتماعيه والمستحقات، هذه وجدوا مدخل بطريقه او اخرى، اما تساهل اما تحايل على النظام اما احد سهلهم هذا الشيء، وسوغوا لانفسهم انهم يستولون على هذا الشيء غير المستحق لهم. طيب يعني احنا خلنا لازمنا احنا خلنا نغوص اكثر في المجتمع شوي، بحكم انك انت باحث اجتماعي وانت رجل، يعني ودنا نغطي هذا الموضوع معك اكثر. راح نجي للجهه المسؤوله، هذا هو محورنا الثاني او ضلعنا الثاني في هذه الحلقه. لكن الان الامانه قلت، تقول ان المجتمع تغير، المجتمع اصبح مادي، التربيه لها دور، هذا اكيد. لكن النظام، ما في خوف من النظام؟ أين السؤال؟ هذا أنا يعني هل المجتمع يخاف من النظام؟ طبعا لا أتحدث عن النظام بشكل عام، عندنا، أنا دائما أقولها، عندنا أنظمة تطبق بشكل جبار، وأحدثها نظام مكافحة النشر الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، خرجت من وزارة الداخلية وطبقت. فإحنا بلد فيه نظام يطبق، وهذا أحدث الأنظمة عندنا، بالعكس حديث ومحدث ومجدد رائع. طيب الآن استبعاد فقط لا غير، ليه النظام؟ هل الان لا، هم قالوا انهم بيطالبونهم يا استاذ عزام عن طريق الجهات بالمبالغ. لكن النقطه اللي انت تكلمت فيها مهمه جدا، احنا عندنا حاجتين، عندنا الخوف من النظام واحترام النظام، لازم نفرق بينهم. وفي نفس الشيء احنا تربينا على العباده بهذا الشكل، في فرق بين الخوف من الله وحب الله سبحانه وتعالى، في فرق شاسع.
في فرق انك تسوي العبادة عشان انك تخاف، وفرق بين انك تسوي العبادة حب في العبادة، وهذه هي اللي لازم تغرس. الخوف ممكن ينفع معي، لكن اذا جاء فرصة ابى استغل، لكن الاحترام يا استاذ عزام هذا هو الرقيب الداخلي، القيمة الداخلية. صح. انا السؤال اللي اسالك اياه، كيف اربي الاحترام النظام؟ لما اعزز داخل الابناء هذول وداخل افراد المجتمع انه احترام النظام هذا في فائده للجميع، في فائده وصلاح للمجتمع. في ناس غيرك مستحقين، ابدا اعزز عنده كيف يفكر في الاخرين، ما يفكر في نفسه. هذا اسمه الاحترام. يعني انا اسوي هذا الشيء طواعيه وبارادتي، زين، لكن لما يصير مطلوب ان احنا يكون النظام موجود، ومطلوب ايضا انه يكون ظاهر ومطبق. وفي ناس على فكره ما تخاف الا بالنظام، لكن صح. وتتعلم، في ناس ما لكن الاغلب انه احنا نريد زراعه احترام النظام. لانه احيانا يا استاذ عزام في فتره من فترات حياتك انت يمكن انت ما مو بواضح النظام عندك، لكن لما يطبق عليك وتذوق مثلا لسعه النظام تبدا يتعدل تفكيرك. لما تكبر تقول والله صح كان معهم حق، انا فعلا لما تتوسع يعني رؤيتك تصير اشمل. وهذه هي المشكله، المشكله ان احنا نبغى مع تطبيق النظام لازم نشتغل على الطرف الاخر اللي هو تعزيز احترام النظام. ليش احنا نسوي هذا الشيء؟ شاركني، لا تجي تطبق علي وبس وساكت، لا تجي تقول لي سوي كذا وبس، قل لي ليش انت تسوي كذا وايش انا بجنيه في المستقبل. طب خلنا الآن من طبعاً يبدو للتوضيح للسادة المشاهدين أنه في عندنا مشكلة في الأقمار الصناعية مع ضيوفنا، سواء كان حسن النجراني من المدينة أو أحمد رماح من الدمام، يعني راح نحاول نأخذهم تليفونياً لأنه المشكلة في الأقمار الصناعية. بس خلنا نستفيد منك سيد عبد العزيز بما أنك أنت موجود معي. خلنا الآن من المجتمع، تكلمنا عن المجتمع، تكلمنا عن أنه لابد أنه فعلاً هناك فارق بين الخوف من النظام واحترام النظام. الآن الوزارة نفسها، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية، هي المسؤول الأول عن هذا الملف حتى قبل الدمج بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ودخولها في مسماها الجديد. أنا أعيد وأزيد، إحنا طبعا حاولنا نتواصل مع الوزارة لأخذ التفاصيل أكثر، لكن للأسف ما وصلنا النتيجة. لكن الآن إحنا نشكر الوزارة، حتى لو لم يظهروا معنا إحنا نشكرهم على استبعاد 31,000، ولكن نقف ونقول ليش متأخرين؟ لأنه أنت قلتها في بداية الحلقة أستاذ عبد العزيز، من الجيد أنك أنت تصل. وأفضل بكثير من أنك أنت ما تصل. صحيح. تصل متأخر هذا أفضل من صحيح. أنك أنت ما تجي، لكن الوصول المتأخر كلف الدولة ملايين، مليارات. مليارات، نعم. طيب ليش؟ ليش؟ أول شيء يا أستاذ عزام، إحنا ما فهمنا التقنية بالشكل الصحيح، ولا استفدنا منها، ولا حاولنا نفكر نستفيد. يعني في عدة عوامل، حتى ما حاولنا نستفيد من الخامات اللي عندنا. أبنانا على فكرة مبدعين جدا. أول شيء الوزارة تشكر جدا، هي سوت حاجة على فكرة اسمها بوابة أو منصة العمل، بوابة العمل الوطنية. هذه تربط التأمينات الاجتماعية بالمعاشات والتقاعد بالنظام أبشر، خلاص يصير كل تفاصيل الشخص سواء سعودي أو أجنبي عندك موجودة. وهذه صارت الحركة، هذه صارت مع نظام التأمينات الاجتماعية ومع معاشات التقاعد. لما صار المدنية. إيه لما صار، لا تختلف، معاشات التقاعد مصلحة خاصة. اللي هو التقاعد. اللي متقاعدين ومع نظام التأمينات الاجتماعية. فظهر لنا لما سووا ربط بينهم وماتشنج أو مقارنة، ظهر إنه في ناس مثلاً مسجلين في نظام المعاشات التقاعد مسجلين في التأمينات الاجتماعية وفي النظام اللي ما يحق لك. فهذه ظهرت قبل فترة. وبدأوا يعدلونها. جاينا دور وزارة العمل الآن، في لما جت سوت منصة العمل أو البوابة الوطنية يسمونها، هم الحين ملزم أنه أي شخص أي فرد أو منشأة سواء شركة أو مؤسسة أنها تسجل في هذه البوابة، ما تسوي عملياتك من خلالها. لكن هذه البوابة وش تفيدنا؟ أنها رابطة لجميع الأنظمة، بحيث أنه أنت مسجل بعقد مستشار عند الجهة الفلانية، الجمعية الفلانية، ولا الهيئة الفلانية، ولا الوزارة الفلانية، يطلع لي انك مسجل بهذا العقد. بنفس الوقت انت ماخذ تأمينات او ماخذ إعانة، فصار طلع عندهم هذا الكم اللي هم قاعدين يصلحون فيه. لكن لا يزال النظام، لانه شيء ضخم، انت تتكلم يا استاذ عزام عن ترتبات عقود مش سنين. إيه لكن التكنولوجيا استاذ عبد العزيز كم لها؟ التكنولوجيا كم لها وكم لنا احنا قاعدين نتعامل مع التكنولوجيا؟ يعني احنا دولتنا وحكومتنا
ما هي من الحكومات المتخلفة إلكترونيا. نعم. لا لا بالعكس، أنا رجل قمت ببحث شخصياً. نعم. أنا أتكلم عن نفسي وأنا أتكلم شخصياً. قمت ببحث، والسعودية من أوائل الدول. نعم. العربية ومن أوائل الدول الآسيوية ومن أوائل الدول العالمية في استخدام التكنولوجيا عبر يسر وأبشر وما إلى ذلك. صح. وزارة الخدمة أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصلت متأخرة. الوصول المتأخر هذا الآن وش العقوبات اللي راح يترتب عليه؟ أنا قبل الوصول المتأخر ليش بدينا نوصل؟ نركز يا عمي. سم ليه؟ بدينا نوصل يوم بدينا نستعين بالكوادر الوطنية بعيالنا. عيالنا من زمان موجودين. لا مو موجودين. موجودين. عيالنا المؤهلين. وأنت لو بحثت أستاذ عزام بما أنك باحث، ابحث في يسر وأبشر الجهات هذه، بتلقى شباب سعوديين متعلمين فاهمين في التقنية. صح. بدهم يمسكون العملية. بدت العملية تمشي بسلاسة، لكن قبل للأسف إحنا ضحية تعاقدات مع شركات ومع ولا نلوم الوزارات ولا نلوم الدولة، هي تثق في الناس وجت وضعنا ضاعت، يجون ناس يتعلمون علينا ومثلك أبخص. إحنا ما نبغى نتكلم في هالموضوع. صح. صح. لكن التبعات اللي بتصير يا أستاذ عزام، إحنا نقول حاجة واحدة، إحنا وصلنا وبدأنا التصحيح، هل نفكر في الماضي؟ خلاص انتهى. لا 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 أستاذ عبد العزيز. أي. حرام حرام، احنا نظلم انفسنا لو قلنا الماضي. طيب. انتهى. تدري ليه؟ لانه لو دورنا المبالغ هذه ورجعناها. صح. مره. صح. ثانيه. صح. مش بس بنسجل 40,000 اللي متوقعين. طيب انت يا استاذ عزام، انت في تحت يدك وتحت سيطرتك الناس اللي اخذوا المبالغ غير مستحقه تقدر تستردها. طيب الشركات اللي نفذت والجهات خلاص راحت، ما تقدر. انتهينا. انا هذا قصدي. طيب خليني انا اخذ الاستاذ احمد رماح البحث يا جماعه. طبعا احنا استاذ احمد مساء الخير طبعا مره ثانيه، هذه هالمره تليفونيا. مساء الخيرات. المعذرة والله، الأقمار الصناعية اليوم خذلتنا، أنا آسف شخصيا. ما في بأس إن شاء الله. أستاذ أحمد، أنا يعني ودنا نكسب وجودك وبعد ما سمعت من الأقمار الصناعية، الآن إحنا قاعدين نكلمك هاتفيا، فخلنا ندخل في الموضوع على طول. 31,000 اللي الآن تم استبعادهم مقابل 40,000 في قوائم الانتظار سيتم إضافتهم. المجتمع يعني لما نتكلم أستاذ أحمد، وأنت برضو باحث اجتماعي وأنا أخذت رأي أستاذ عبد العزيز هنا، لكن ودي أخذ رأيك. بعض الوظائف اللي تم استبعادها أطباء، أكاديميين، موظفين في السلك القضائي، يعني مش بس يستلم راتب شهري بل في وظائف مرموقة، ليش مسجل في الإعانات يا أستاذ عبد يعني أستاذ أحمد؟ حقيقة يعني الأمر يعني ذو أسباب كثيرة. أول شيء ضعف الوازع الديني وضعف الوازع القيمي، وكذلك ضعف الولاء للبلد، للوطن، للناس، للمجتمع. حقيقة كيف سول له نفسه واحد يحب وطنه، يحب بلده، يحب مجتمعه، أن يزاحم الفقراء. صح. على هذه المكافآت. صح. التي تخص المعاقين. وقبل ذلك ضعف الوازع الديني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فحقيقة هي دنو همة بالإجمال، وضعف قيمي، ضعف الوازع الديني، ضعف الولاء للوطن. هذه الخلطة كلها تؤدي أن الواحد في مرحلة ضعف ممكن يتجاسر ويتجاوز القوانين ويزاحم الفقراء وهو ليس بحاجة لهذه المكافأة، ويوجد ناس بأمس الحاجة لها، ولكن دنو الهمة تسول له نفسه بالانغماس بهذا المستنقع الآسن. طب أستاذ أحمد، الآن الوزارة وصلت، وإحنا تناقشنا أستاذ عبد العزيز هنا وقلنا أنه يعني أستاذ عبد العزيز قال أنه أن تصل متأخر خير من أن لا تصل، لكن الآن المبالغ اللي صرفت هذه، يعني هل يكفي فقط ملاحقة المستفيدين أو من استفاد منها وهو غير مستحق وفي فارق؟ يعني إذا هل ملاحقتهم لاسترداد المبالغ كافية؟ أنت وش رأيك أستاذ أحمد؟ لأنه المفروض أنه يكون مثال لي أو عبرة لمن يعتبر ولا يعتبر. حقيقة دعني أقسم الناس أخي عزام إلى ثلاث فئات بهالحالة. فئة الموظفين الذين وردت الأخبار بشأنهم أنهم تجاسروا وأدخلوا المعلومات بطريقة يعني عدوانا وتجاوزا، 393 موظف، هؤلاء خانوا الأمانة. المسألة خيانة الأمانة، الوظيفة أمانة، فهؤلاء حقيقة ينزل بحقهم أشد أنواع التعذير والعقوبات والتشهير ليكونوا عبرة لغيرهم. أما الناس فهم أستطيع أن أقسمهم إلى قسمين. سم. ناس ذوي فقر مدقع أو ذوي حاجة، نقول بلاش نقول فقر مدقع، ذوي حاجة بلحظة ضعف سولت لهم أنفسهم أو بفزعة
مشينة هي ليست فزعة إيجابية ولا إنما فزعة مشينة من هؤلاء الموظفين سجلوهم واستمرأوا هذا العطاء والأخذ وتعودوا عليه وهم فقراء في حاجة، فيفتح لهم صندوق ذمة أو حساب ذمة تودع فيه هذه الأموال. وكما تفضلت العدد كبير حقيقة 31,000، ونحن نعتبرهم نبتة غريبة في أرض الوطن، نبتة طفيلية تسلقت على شجرة الوطن الوارثة والمعطاءة. أما الأغنياء الذين تفضلتم بهم أطباء ومنهم في السلك القضائي، حالة توجد في السلك القضائي، وكذلك موظفين على درجة رفيعة من الأهمية ومن الرواتب والمستوى المادي، فهؤلاء أنا أدعو إلى اتخاذ أقسى معايير العقوبة بشأنهم، لأن هؤلاء حقيقة ليسوا محتاجون وإنما زاحموا المحتاجين بهذا الشأن، وبنفس الوقت ليكونوا عبرة لمن خلفهم. جميل، أنا أشكرك أستاذ أحمد وأعتذر مرة ثانية على المشكلة التقنية اللي كانت واللي يعني حالت دون رؤيتك وأنت تتحدث، الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا. أستاذ حسن النجراني معنا الآن مشاهدينا عبر الهاتف. أستاذ حسن برضو أنا أوجه لك الاعتذار كذلك، ولكن فعلا هو خلل تقني خارج عن يدنا. تسمعني أستاذ حسن الآن؟ أسمعك حاليا. أهلا وسهلا أستاذ حسن. طبعا خلينا ندخل في الموضوع على طول لأنه الخلل التقني هذا حتى ضيع علينا وقت، فودنا نكسب الوقت اللي أمامنا الآن. أنت سمعت الأستاذ عبد العزيز قد يكون سمعته أو في مشكلة في الصوت، كذلك الأستاذ أحمد تكلم. الآن أنا ودي أناقشك أنت في نقطة معينة، أنه وصول وزارة العمل والتنمية الاجتماعي المتأخر أفضل بكثير من عدم الوصول. إي نعم، ولكن المبالغ اللي الآن موجودة برأيك هل يكفي عملية استعادتها ولا لازم يكون في ملاحقات قضائية وقانونية في هذا الموضوع؟ طبعا احنا بنرجع لأصل القضية، وأنا أعتقد أن لا علاقة، هو عندما دمجت وزارة العمل بالتنمية الاجتماعية أصبح هناك وكيل للضمان وهو الدكتور نايف الحربي. وكالة الضمان أصبحت تقلب ملفات السابقة، تحاول أن تصل إلى المستحقين وإلى غير المستحقين. نحن نتكلم عن هل هناك في الأصل عقوبات عندما تقدم معلومات خاطئة للدولة، عندما تقدم بيانات مخالفة للأنظمة. نحن نتكلم هنا عن تزوير حالات، نتكلم عن قضايا هي أساس موجودة، قضية التزوير، قضية تقديم بيانات خاطئة، محاولة أخذ مال بغير وجه حق، كل هذه الأمور هي يجب يعني أن تكون أمام عين الزملاء في وزارة العمل بالإضافة إلى الجهات المختصة. أنا لا أعتقد أن المال وحده يكفي، لأن لو تحدثنا عن بس فقط استزاد المال فنحن نتكلم عن قيام هؤلاء لم يؤثر فيهم التربية الدينية، القيم الاجتماعية، لم يتأثروا بالمجتمع المحيط بهم، وإنما تجاوزوا وجعلوا المجتمع خلفهم وجعلوا أنظمة وقوانين وبدأوا يستفيدون من أموال هي بالأساس هم غير مستحقين. لذلك أرى أن مثل هؤلاء تطبق فيهم عقوبات مثل عقوبات التزوير، عقوبات تقديم بيانات خاطئة. أستاذ حسن، لما كان معنا عبر الهاتف أستاذ أحمد قسم العملية إلى قسمين، قال بأنه 393 موظف اللي اكتشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنهم يأخذون هذه الإعانات وهم موظفين سواء في أي وظيفة كانت وفي أي قطاع يجب أن يحاسبوا محاسبة مختلفة بل مضاعفة 10 أضعاف عن الآخرين، والآخرين قسمهم إلى قسمين، قسم الفقراء والمساكين اللي استفادوا من هذه الثغرة ويتم عمل صندوق يعني هو شرحها في النهاية، ولكن أنا سؤالي هنا هل أنت مؤيد أن يكون عملية العقاب فعلا على طرفين أو على جهتين؟ إذا تحدث هذا الموضوع ستدخل من هم على الحقود، من هم على البنود. نحن دعنا نعود إلى أصل القضية. أصل القضية هي تزوير، هي تقديم بيانات خاطئة، هذا أصل القضية. نحن الجميع يحاسب عليه، الجميع مواطن أمام هذه النقطة. لو عدنا إلى موضوع المعايير، هؤلاء الموظفين سلبينا من هو على البند، من هو على عقد، من هو على وظيفة رسمية، من هو مستوى المستوى السابع الثامن. أنا أرى أن الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو تقديم البيانات الخاطئة. عندما يتجرأ مواطن أو يتجرأ إنسان على تقديم بيانات خاطئة لجهة حكومية معتمدة نثق فيها جميعا، هذه مشكلة. أرى أن يجب أن يقع أو أن تطال عقوبة هؤلاء
سواء كانوا موظفين او غير موظفين، مستحقين او مستحقين، لان الاساس هي الاساس هي استفاد من الخدمه، هي غير مؤهله. اذا كان هو فقير وكان غير محتاج، الدوله لديها تسديد فواتير، تسديد سواء الكهرباء، المياه، تقديم معونات مقطوعه، تقديم معونات شهريه موجوده. انا لماذا اقدم بيانات خاطئه لاكثر المزيد من المال؟ انا ارى ان الجميع سواء كانوا موظفين او غير موظفين، الكل يعاقب تحت طائلة النظام، تحت طائلة تقديم بيانات خاطئة، تحت محاولة التزوير. انا ارى هذه هي وهذه وجهة نظري حيال هذا الموضوع، لان هناك لو دخلت الى التقسيمات سيطول الموضوع، بالتالي هؤلاء قد يفلت من العقاب. جميل، شكرا جزيلا استاذ حسن، واعيد يعني مره اخرى اعتذاري، انا اسف على ما حصل، خطا تقني، وباذن الله نحاول قدر المستطاع ان نطور من انفسنا دائما حتى لا يتكرر، مع انه مش بيدنا، لكن عاد احنا راح نحاول قد ما نقدر انه نكون افضل. استاذ عبد العزيز، انت وش رايك بالتقسيم؟ استاذ احمد قال يقسمون، استاذ حسن قال لا يحاسب الكل موظف. انا من وجهه نظري الموظفين المفروض تكون عقوبتهم مشد، لأنهم هم أهل الأمانة اللي ضاعوها، لأنه لولا تساهلهم وتلاعبهم ما انجى المواطن مسجل. طب هذه واحدة. عبد العزيز انت دقيقة معلش اسمح لي أقاطعك، انا اعرف انك انت ما انت رجل قانوني ولكن مطلع على القانون. لا مطلع، نعم. خلنا من الموظفين وخلنا من المستفيدين الغير مستحقين، من اللي سجلهم؟ هنا السؤال، في فئة ثالثة تسجل أسماء وهي اللي تاخذ الإعانة ما تصل لهم، هنا اللي نبغى نبحث عنهم، صح ولا لا؟ هذا الأهم. أنا يا سلام، هذه أول خطوة المفروض تكون، المفروض نعم تتم. من اللي صنع هذه الثغرة؟ أول شيء المفروض يحصر الموظفين اللي كان تسجل عن طريقهم مع هؤلاء الأشخاص بطريقة أخرى. حلو. ثاني شيء تراجع حساباتهم وحسابات أقرباهم. طيب لازم، لأنه إحنا لازم حتى معليش يا أستاذ عزام، لو طلعتم وعاقبتهم أدبيا حتى لو ما سويت لهم شيء، المهم يكون في عندنا موقف. طيب ثاني شيء يجب أن ندخلنا يعني أفراد جدد على هالمجموعة، نبغى نجيب ناس عندهم يعني نستشعر فيهم الأمانة العالية وحب زي ما قال الشباب الولاء وحب مصلحة الوطن مع الناس هذول، ما يمسكون يعني يتركون. المشكلة هو الشيء، المشكلة أن ترك الحبل لهم على الغارب، والمسؤول في النهاية هو يبغى أرقام عشان يقول قدمنا إعانات كذا في السنة، لكن كيفية المسألة، الكيفية ما تهمه للأسف، ولا زال في بعض القطاعات يعملون بهذه الطريقة أستاذ عزام، وأتمنى أنه يتم الالتفات لهم. هذه واحدة. اثنين، الناس على فكرة زي ما قلت لك، الناس ما هم جايين يسجلون من 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 كيفهم، زي ما قلت أنت في ناس ممكن يحصلون على بطاقات بعض الأشخاص، تلقى بعض الأشخاص كبار في السن ما يفهموا أصلا حتى وش البطاقة الصراف وش، وفي ناس يسوي صح. نعم صح. وناس يستفيدون ويأخذون هالإعانات. إضافة إلى ذلك، في إعانات مقطوعة ما تكلموا عنها على فكرة، هذه الإعانات الشهرية اللي تنزل، إعانات مقطوعة اللي مثلا إيجار وشيء، هذه كانت تستغل استغلال سيء، وعلى مرأة ومسمع من الجميع، كان في بعضهم حتى يعني اعتذر عن هالكلمة، يبتز فيها الأشخاص أنه أنا أعطيك، يعني يروح واحد أنا أعطيك 12,000 للإيجار، وواحد لا أعطيك 40,000 للإيجار. ولازم تراجع هذه برضو، ويتم يعملون لجان ويراجعونها، لأنه في النهاية زي ما قلت هذه ملك للوطن، هذه الفلوس هي ملك للوطن. وفي ناس تجد أنت أستاذ عزام في وسائل التواصل الاجتماعي، وتجد حالات يعني يرثى لها الإنسان، ومع ذلك أستاذ ما وصل. هل في بعض القطاعات خاصة، طبعا احنا لا نوجه الاتهام لأي وزارة كانت، احنا نتكلم عن وزارات سابقة تم دمجها، احنا نتكلم عن يعني جهات مسؤولة سابقا والآن، هل التأخر في التكنولوجيا وإضافة التكنولوجيا في مثل هذه القطاعات التي تخدم وتقدم المعونات والإعانات كان بسبب انه يريدون ان يكون الثغرة موجودة بعض المسؤولين؟ والله احنا ما والله انا لا نريد ان نرميهم، ولكن في نقطه انت اثرتها جدا مهمه يا استاذ عزام، انا ممكن اجيب لك اعظم تكنولوجيا في العالم، بس اجيب لك ناس يا اما جاهلين او بمصطلحنا العام اعلاميين، او انه زي ما قلت انت هو ما عنده رغبه، انه ما يبغى التغيير لانه هو مستفيد ومستنفع. فهذا الكلام أنت تكلمت نقطة مهمة جدا، إحنا متقدمين تقنيين في العالم وهذا صحيح، ولكن من اللي ماسك الأنظمة هذه؟ زي لما أجيب سواق جاهل ولا ما يجهل القيادة وأعطيه سيارة فارهة وفاخرة، إيش بيسوي فيها في النهاية؟ بيكسرها وبيحطمها ولا راح يستفيد منها،
صح ولا لا؟ لكن لو جبت قائد جيد وقائد محنك لو أعطيه سيارة من أقل المركبات راح يقودها بسلاسة ويصل فيها ويحقق فيها الأغراض، وهذا هو المهم في النهاية اللي بنصل له، أنه مهما بلغنا من التقدم التقني والتكنولوجي إذا الإنسان نفسه ما صار عنده النزعة هذه الإصلاح وحب الوطن وحب الخير والمصلحة العامة والولاء والانتماء لهذا الوطن والحرص على المال العام والأمانة المهنية ما راح ينفع حتى لو راقبنا. لا بالعكس، واحنا نرجع ونشيد استخدام التكنولوجيا. نعم. امر جيد. نعم. ما قامت به وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه حتى مع عدم وجودهم معنا. نعم. اليوم مع انه كان سيضيف الكثير. نعم. ولكن بامانه ما قاموا بعمله يعني وعلى فكره سم الله عليك، انا اتوقع يعني بغض النظر عن اي ملاحظات لكن هم يشتغلون بطريقه صحيحه تحجيم شوف يا استاذ عزام، مو بعيب ان احنا نخطئ، العيب ان احنا نظل مستمرين في الخطأ ونقول ما نقدر نصلحه. أحياناً إيقاف الخسارة نوع من أنواع الربح، إحنا قاعدين نخسر فإحنا بنوقف، في ناس تتضرر ما قلنا شيء، لكن في سبيل التصحيح ما في مشكلة، الكل راح يستفيد بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز، شكرا جزيلا واستمتعنا كثير. بإذن الواحد الأحد يكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.